السلام عليكم، معكم عمرو عصمت في حلقة جديدة من سلسلة IELTS Writing Tips and Tricks. في حلقة النهاردة هنتكلم عن موضوع جديد يخص برضو IELTS Task 2. في IELTS Task 2 we have 5 essay question types. الفايف essay types أو الخمس أنواع من أنواع المقالات أو أنواع الأسئلة اللي بتخص خمس أنواع مختلفة من المقالات هما الـ Problem Solution Essay، والنوع الثاني الدبل كويستشن، النوع الثالث اجري ديسجري، النوع الرابع هيكون ديسكس بوث فيوز، واخر نوع من انواع السؤال ادفانتجز اند ديسادفانتجز. تعال نمسكهم نوع نوع كده ونتكلم على واحد واحد فيهم ونشوف ايه الفرق ما بينهم، ويا ترى السؤال نفسه بيبقى شكله ازاي، فبالتالي اتعرف على نوع الاساي. في النوع الاولاني البروبلم سولوشن اساي بيكون سؤاله على سبيل المثال شكله زي السؤال اللي هيظهر على الشاشة دلوقتي. Global warming is one of the biggest threats humans face in the 21st century and sea levels are continuing to rise at alarming rates. What problems are associated with this and what are some possible solutions؟ في النوع ده من أنواع الأسئلة زي ما احنا شايفين بيسأل عن الـ problems والـ solutions. ممكن يقول لك what causes، برضو بيبقى بيسأل عن ال problems وال solutions. وفي النوع ده حضرتك بتعمل paragraph على ال problems و paragraph على ال solution وبتنتهي في ال conclusion، وهناخد كل نوع بالتفصيل في حلقة خاصة بيه. النوع التاني double question. يعني ايه double question؟ في النوع ده في الحقيقة ال prompt بيكون بيسألني سؤالين، كل واحد منهم بيبقى paragraph من ال body paragraphs، من ال main body paragraphs، فبيبقى main body paragraph 1 و main body paragraph 2. وفي النوع ده مثلا السؤال بيجي بالشكل اللي هيظهر على الشاشة. Nowadays the way many people interact with each other has changed because of technology. In what ways has technology affected the types of relationships people make? Has this become a positive or negative development؟ زي ما احنا شايفين كده في السؤال عندي سؤالين انا بتسألهم، بيبقى السؤال الاولاني اجابته body paragraph 1 والسؤال الثاني اجابته body paragraph 2. السؤال الاولاني بيقول لي in what ways has technology affected the types of relationships people make، فده بيبقى body paragraph 1. والسؤال الثاني بيقول لي has this become a positive or negative development، ففي السؤال ده زي ما احنا شايفين بيبقى body paragraph 2. نيجي للنوع الثالث من انواع الquestions اللي بتيجي في السؤال ده. Actually بيجي لي سؤال دايما في البرومت اخره to what extent do you agree or disagree، والنوع ده بنسميه agree or disagree question type. في النوع ده حضرتك مطالب ان انت تقول انت موافق او انت مش موافق وتعمل support your point of view، ده بيسموه في بعض الاحيان opinion essay because you extremely agree extremely disagree، وفي كلمات معينة وهناخدها بالتفصيل برضو يوم ما نشرح النوع ده من أنواع الأسايز. في النوع ده مثلا السؤال بيكون شكله كالآتي. Some people say that e-books and modern technology will totally replace traditional newspaper and magazines. To what extent do you agree or disagree؟ زي ما احنا شايفين في النوع ده السؤال واضح جدا ودايما بيبقى آخره الكويستشن الأساسي to what extent do you agree or disagree. هنيجي لآخر نوعين اللي هما أصلا بيتشعبوا الأنواع أقل، أو ثلاث أنواع في واحد ونوعين في التاني. أول نوع منهم أو النوع الرابع discuss with views or discuss both views. discuss both views دوت المفروض إنه زي الـ argumentative essay كده، بيبقى عندك وجهتين نظر وبتعمل لهم discussion. لكن السؤال ده ممكن يتفرع منه سؤال تاني يبقى discussion with opinion، اللي هو discuss and give your opinion. يبقى بيطلب منك ان انت discuss both views and also give your opinion، وفي الحالة دي الopinion بتاعك يا اما بيبقى في الconclusion يا اما في body paragraph 3، وبتعمل له طبعا support في الconclusion. يبقى انا عندي نوعين من discuss both views، يا اما discuss both views بس يا اما discuss both views with opinion and give your opinion. وفي الحالتين السؤال بيجي لي بالشكل ده. احنا هندي مثالين، واحد لdiscuss with opinion،
and discuss both views only. السؤال بيكون: Some people think that art is an essential subject for children at school while others think it is a waste of time. Discuss both views and give your opinion. زي ما شفنا في النوع ده بيطلب مني الopinion مع الdiscussion. لكن type 2 اللي هو discuss both views only بيكون شكل السؤال كالآتي: Some people believe that developments in the field of artificial intelligence will have a positive impact on our lives in the near future. Others, by contrast, are worried that we are not prepared for a world in which computers are more intelligent than humans. Discuss both of these views. زي ما احنا شايفين في النوع ده ما طلبش مني الopinion بتاعي. فيبقى من الخطأ جدا ان انا ادلي بالopinion بتاعي ان انا I see that this is very important, this is very crucial. الكلام ده في النوع ده ما يبقاش مظبوط لانه ما طلبش مني، فبلاش انت تتبرع برأيك. اخر نوع اللي هو advantages and disadvantages، وفي النوع ده المفروض ان انت بتتكلم على المميزات والعيوب، بنسميها في بعض الاحيان strong points, weak points، بنسميها في بعض الأحيان الدروباكس، البروس اند كونز، وهكذا. في النوع ده أنا عندي ثلاث أنواع أسئلة مختلفة. يا إما يقول لي What are the advantages and disadvantages بس، أو يقول لي What are the advantages and the disadvantages، or do you think that the advantages outweigh the disadvantages. النوع الثالث أو السؤال الثالث إنه يطلب مني رأيي: What are the advantages and disadvantages and what do you think or give your opinion about them. دول الثلاث أنواع اللي ممكن يجوا في سؤال advantages أو disadvantages. نختم بأمثلة advantages و disadvantages، هنمسكهم واحد واحد، اللي هو only advantages disadvantages، which of them outweighs، أو give your opinion after showing the advantages and disadvantages. السؤال بيكون أو الأنواع الأسئلة بتكون كالآتي: A lot of places in the world rely on tourism as a main source of income. Unfortunately, tourism can also be a source of problems if it is not managed correctly. Describe the advantages and disadvantages of tourism in the modern world. وفي النوع ده زي ما شفنا مش طالب مني اكتر من ان انا اذكر الاثنين. النوع الثاني which of them outweighs، السؤال بيكون: Some experts believe that it is better for children to begin learning a foreign language at primary school rather than secondary school. Do the advantages of this outweigh its disadvantages. وفي النوع الثالث اللي هو بيسألني فيه ان انا ادي رأيي بيكون السؤال كالتالي: Computers are becoming an essential part of school lessons. Discuss the advantages and disadvantages and give your opinion. زي ما شفنا في الخمس انواع اتكلمنا على كل انواع السؤال اللي بيجي في task 2 في الرايتنج. ان شاء الله تكون حلقتنا عجبتكم وتكون وضحت بعض الاشياء وحطت ايديكم على المين بوينتس او طريقة الأسئلة علشان خاطر الناس ما تتلخبطش بعد كده. في المرات الجاية إن شاء الله هنبتدي نشرح كل نوع من أنواع الـ essay question. أتمنى تكون الحلقة عجبتكم، ولو الحلقة عجبتك وكانت مفيدة بالنسبة لك لايك شير سبسكرايب. كان معكم عمرو عصمت، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.